نكمل اخبارنا، نروح لواحد من ابناء نادي الزمالك المخلصين، الناس اللي مكسرين الدنيا في الممتاز به وكسب النهارده اسوان 1-0 الكابتن ابراهيم صلاح المدير الفني لنادي بلديه المحله. يا مساء الفل عليك يا ابو الكباتن، وحشني حبيبي ابو حميد، وحشنا اكتر والله. دايما بكون مبسوط او سعيد باي مداخله ليك بعد كل فوز. قد ايه ابراهيم صلاح بيثبت ان هو مدير فني اتولد كبير؟ الحمد لله والله. بص، الواحد الفتره اللي فاتت شغالين كويس جدا، كان معانا سوء توفيق شويه في التسجيل، فالتعادلات كانت كتير. النهارده اللعيبه عملت مباراه كبيره، وقدرنا الثقه تبدا ترجع لهم تاني، صحيح. والحمد لله يعني شغالين بشكل كويس جدا وعاملين اداء في المباراه اللي فاتت. الاداء بتاعنا اداء محترم جدا، الناس كلها بتشيد بيه، لكن الفوز كان غايب بقالنا كذا مباراه، لكن الحمد لله دلوقتي الامور احسن بشكل كبير، ونقدر نحسن وضعنا في الجدول بشكل كبير تاني، ونقدر نشتغل باريحيه شويه، فالحمد لله على المكسب النهارده. كابتن ابراهيم اول ما تولى المهام الفنيه الناس قالت لسه صغير، بعض الناس ما تعرفش ان كابتن ابراهيم صلاح واخد رخص تدريبيه في اوروبا، كان موجود على طول في اسبانيا، الراجل عمل شادوينج مع اكبر الانديه الاوروبيه، واخد اللايسنس، فبالتالي الراجل اتاسس صح، وده كان بالتالي نتاج او نتيجه طبيعيه للحالات الفنيه الاكثر من ممتازه والجمل اللي بنشوفها مع ناديك حاليا. بص الله يبدأ من الحته دي، عايز اقول حاجه بس يا محمد، ان الناس دايما موضوع الخبره، وعايزين الناس الكبيره والناس الخبره، بس ما الجيل اللي طالع جديد ده، والناس اللي طالعه وبتحاول تذاكر وتشتغل وتعمل، لو مش هشتغل دلوقتي طب هتبدا تاخد خبرات امتى؟ صحيح. بعد ما يبقى عندي 50 سنه ابدا ابقى عندي خبره واشتغل؟ لا، انا بحيي طبعا الدكتور مصطفى الشامي على الثقه الكبيره اللي هو مديها لنا، وبحييه على ان الراجل واقف في ظهرنا ومؤمن بينا وبشغلنا المجهود اللي بنعمله. فاحنا عايزين الناس كلها تفكر كده، ان خلاص لازم يدخل ناس جديده وجيل جديد يبدا يشتغل بفكر مختلف تماما عن الاجيال اللي قبل كده. النهارده ده بنلعب الكابتن حسام عبد العال، عامل فريق محترم جدا مع نادي اسوان. احنا عايزين الاجيال دي تبدا تطلع وتشتغل، مش هنستنى لما نبقى عندنا 50 سنه وبعدين نيجي نبدا ندخل في الشغل. لا، يعني بقينا بنتعلم وبذاكر، وطول ما احنا بناخد خبرات في الدوري والماتشات اللي شغاله دي بنستفاد منها خبرات، وفي نفس الوقت لما بيظهر قدامنا حاجه ان احنا نقدر ناخد دورات وشهادات معتمده من اتحاد اوروبي او في اي صحيح. مكان بنقدر نروح ونشتغل. فهي دي الفرصه اللي يعني لازم الناس كلها تؤمن بيها، والناس كلها تحاول تدي فرص صحيح. للجيل اللي عايز يشتغل ويجتهد، وده اللي احنا بنعمله، ونتمنى من ربنا التوفيق بس اهم حاجه. بضم صوتي لصوتك يا كابتن، ولكن عايز اخد رؤيتك الفنيه في مباراه بلاك بولز ان شاء الله. لا، ان الزمالك طبعا بطوله منفصله، بطوله الناس مش يعني اتعودت على فرحتها، صحيح. كسبنا البطوله اللي فاتت احنا حامل اللقب، قدرنا نفوز في السوبر الافريقي من خلال الفوز بالبطوله دي، فاعتقد صحيح. ان جمهور الزمالك ما فيش عنده خيار تاني. عندك البدايات، لازم صحيح. بدايات دايما بتبقى صعبه، بتحطك في الطريق اللي انت هتكمل فيه في البطوله بشكل كويس ازاي. احنا البطوله اللي فاتت بدات بشكل كويس فكملت للنهايه وقدرت تفوز بالبطوله، فلعيبه نادي الزمالك لازم تقدر بقى عندها من الخبرات واللعيبه الكبيره اللي موجوده في الفرقه اللي هم ايه، يقدروا يفصلوا بقى جو الدوري وجو الماتشات المحليه اللي انت تقدر تعوض فيها، لان عندك بدل الماتش 17 ماتش و15 ماتش، لكن بطوله افريقيا الامور صعبه، عندك مباراه خارج ملعبك هتبقى فيها الدنيا اصعب من كده، فلازم المباريات اللي في ملعبها اقدر افوز بيها بشكل كبير وابتدي بشكل كويس. فاعتقد الجهاز الفني كمان بدا يزداد خبراته الافريقيه مع الفريق بشكل كبير جدا، الراجل عاش معانا البطوله اللي فاتت وشاف الصعوبات اللي بتبقى بطوله افريقيا فيها، فبتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله تبقى البدايه كده بدايه خير، وثلاث نقط في الاول يكملوا معانا عشان نقدر نضمن الصعود بعد كده، والامور تبقى اسهل، لان البطوله دي مش هيبقى فيها تسامح خالص من صحيح. الناس. يعني عايز اخد منك رساله للاعيبه نادي الزمالك وجوزيه جوميز. عايز اقول لهم يعني ممكن في الماتشات دي تفتكر الفرحه اللي انت عملتها في جمهور نادي الزمالك لما فزت بالكونفدراليه، اما فزت بالسوبر الافريقي، افتكر الايام دي وافتكر الفرحه دي، وقد ايه انت قدرت تسعد جمهور نادي الزمالك، وقد ايه الناس كلها كانت فرحانه بيكوا وكانوا بيشيلوكوا على كتافكوا. فاعتقد ان انت المنظر ده كفيل يخليك ان انت تنزل تقدر تلعب، ولازم حاجه بيبقوا حاطينها في دماغك ان انت نادي الزمالك، انت اكبر نادي في افريقيا، صحيح. فلازم
الفرق اللي بتيجي هنا دي او الفرق اللي بلعبها في بطوله الكونفدراليه دي يبان الفرق الكبير بين نادي الزمالك واي نادي تاني. فالنقطه دي ما ينفعش نغفلها خالص، ان انت نادي الزمالك ده نادي كبير قوي 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 قوي، فلازم الناس كلها تبقى عارفه ان هي جايه تلعب نادي اكبر نادي في افريقيا، فالامور دي هتفرق معانا بشكل كبير يعني. هتفرج على الماتش فين يا كابتن؟ يلا انت هتعزمني في المكان اللي بنتفرج فيه كل مره ان شاء الله، عشان مش هيبقى حلو على الزمالك دايما مستنيك كده. مستنيك يا كابتن، بتشرف دايما حبيبي بوجود حبيبي، حضرتك معايا، نجم شكرا نجوم نادي شكرا الزمالك السابق الكابتن ابراهيم صلاح.